الله معكم أعزائنا المشاهدين وعبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيلي لومير. ترحبوا معنا بأبونا عمانوئيل البنا، راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الأردن. أبونا منقول منحييك ومنشكرك على هالمقابلة وهالجلسة اللي رح سوا نتحدث فيها في تاريخ كنيسة السريان في الأردن، كنيسة جماعة السريان المؤمنة في الأردن، عن هالمواقف والأحداث اللي مرت على هذه الكنيسة. وكمان نحن في بيتك حاضرين هون معك، وموجودين كمان في بين أسرتك، أسرتك اللي انت بتحبها. تحيي مشاهدينا أمام الكاميرا اللي بيتابعونا هلا. شكرا لفضائية نورسات على هذا اللقاء الجميل في أيام عيد ميلاد السيد المسيح والسنة الجديدة 2017. أشكر فضائية نورسات، أخص بالذكر الدكتورة باسمة السمعاني وكل الخدام العاملين في هذه الفضائية لنقلها أخبار الكنائس المسيحية في الأردن. إننا نعيش اليوم ميلاد السيد المسيح، وأقول قبل مولد المسيح ب700 عام أعلن النبي إشعيا نبوته عن ميلاد الفادي المخلص. ها أن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. المخلص هو المسيح ابن الله، كلمة الله أرسله الآب لكي يتجسد من العذراء مريم. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر بالجسد. إن ميلاد السيد المسيح هو ميلاد النور والحياة، ميلاد المحبة والرحمة، ميلاد الحق والعدالة، ميلاد التواضع والوداعة، ميلاد الحضارة والمدنية. المخلص هو المسيح، ساوى بين الغني والفقير والكبير والصغير والعظيم والحقير والعبد والحر والأنثى والذكر، وأنقذ البشرية من داء الكبرياء. أجل ولد السيد المسيح فقيرا متواضعا ليعلمنا التجرد والتواضع. المسيح المخلص دعا الناس إليه قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. أبونا رح ندخل في مبنى احنا نقول درس التاريخ، لكن علينا العودة إلى تاريخ السريان خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فيعود هذا تاريخ استقرار السريان على هذه الأرض المقدسة من ثرى الأردن الطهور إلى تاريخ فجر المسيحية الأولى، حيث ساهموا في نهضته وازدهاره، وهم جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب الأردني الواحد. كيف استطاع السريان في الأردن بناء هذا الإرث الحضاري العريق والمحافظة عليه حتى اليوم؟ كنيستنا السريانية الأرثوذكسية المقدسة الأنطاكية هي واحدة من الكنائس الرسولية الأولى التي تأسست في فجر المسيحية. والسريان حاليا تعدادهم السكاني في العالم 15 مليون نسمة. عندما أقول سريان أخص بالذكر السريان الأرثوذكس، السريان الكاثوليك،
الموارنه، الكلدان، الاشوريين. واقدر اقول انه جميع الكنائس الباقيه ايضا الاصل هم سوريان. كنيسة الروم الكاثوليك كانوا سوريان، عام 1700 تكلموا اللغة العربية، والروم الأرثوذكس أيضا هم سوريان، بال 1720 تكلموا اللغة البيزنطينية، والأصل هو كله سرياني. ويفتخر السوريان في العالم أجمع بلغتهم الحبيبة السوريانية الآرامية التي تكلم بها السيد المسيح خلال حياته على الأرض مع أمه القديسة مريم ورسله الأطهار. ومنذ فجر المسيحية استبدل الاسم آرامي بالسورياني، حيث أن الرسل كانوا يتكلمون اللغة السوريانية. وكانت هذه اللغة قديما لغة الآراميين الذين استوطنوا بلاد آرام الشام والنهرين منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد. إن الحضور المسيحي السورياني في الأردن هو عريق وليس جديد، وهذا ما أكد عليه سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في لقائه برؤساء الكنائس في الأردن قائلا: الجميع في الأردن مسلمين ومسيحيين يشكلون أسرة واحدة متكاتفة، يعملون يدا بيد من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره. والسوريان الأرثوذكس في المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني الطيب الأصيل، والشرق يبقى منارة يضيء منه الإيمان، ويبقى دور العبادة المسجد والكنيسة تسبح وتمجد الله الواحد، وستبقى مقدساتنا عامرة. أبونا، من خلال ما حكيت أنه عدد السريان في العالم تقريبا 15 مليون سرياني، طبعا بيروح بين الموارنة للكاثوليك للأرثوذكس، لكن السريان الأرثوذكس هل يتجاوز عددهم تقريبا 5 مليون حسب الإحصاء؟ السريان الأرثوذكس 5 مليون تقريبا. عندنا 3 مليون بالهند، والباقي منتشرين في كافة أنحاء العالم. وهل حسب الإحصائيات بيقولوا في مليون في منطقة الشرق الأوسط؟ نعم، في منه. نعم. كيف ترون تأثير النسبة العددية على الدور التاريخي؟ نعم، نشكر الله. السريان رجال، السريان ذو غيرة كنسية، محبين كنيستهم. السريان هاجروا في الحرب العالمية الأولى عام 1915، حرب سيفو، وتركوا ديارهم وشردوا، وقتل آنذاك 1.5 مليون أرمني وتسعين ألف سرياني. شردوا من ديارهم وجاءوا إلى هذه البلدان، جاءوا إلى العراق، جاءوا إلى الأردن، وانتشروا في كل أنحاء العالم. الرب يسوع المسيح لا ينسى السريان، لا ينسى المضطهدين. تركوا بيوتهم، أعطاهم الرب أضعاف ما يملكون، تركوا كل ما عندهم. واليوم نرى السريان تركوا كنائس في تركيا، جنوب تركيا، نتيجة الاضطهاد، مزر السيفو، لكن الله أعطاهم كنائس
عديدة وبنى لهم بيوت الله لكي يصلوا فيها، فبدوني لا تقدرون أن تعملون شيئا. الله معنا، الله يحب السريان، ونرى اليوم ما أجمل هذه الكنيسة، عروسة الكنائس، كنيسة مار أفرام السريان الأرثوذكس التي بناها السريان بعرق جبينهم. والحمد لله، نشكر الله، إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البناؤون. الله معنا، الله مع السريان، ونشكر الله دائما، ونحن خدام في كل دولة وخاصة في الأردن الحبيب. نعم، أبونا عاش السريان في زمن معين، زمن اضطهاد وزمن ألم، وعاشت الكنيسة أيضا زمن تألمت فيها الكنيسة. فجاء افتتاح تدشين كاتدرائية مار أفرام في عمان عام 2011، دلالة واضحة على اهتمام الكنيسة السريانية الأم بسريان الأردن. كيف استطاعت هذه الرعية إثبات وجودها على الساحة المسيحية خاصة والوطنية عامة؟ نشكر الله. قلت إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البناؤون. نعم، يسوع معنا، نحن لسنا بأقلية، بس وجودنا بالأردن الحمد لله في كنيسة سريانية مؤمنة بالله، في جمعية سريانية من عام 1950 خدمت الكنيسة ولها دور كبير في خدمة هذه الكنيسة. الكل تعاوننا، الكل خدموا، الكل يد واحدة، المحبة موجودة، لذلك الله بارك. واستطعنا من أبونا ورئيس أعضاء الجمعية والشعب السرياني وفلسطين الأرملة، استطعنا والحمد لله أن تبنى هذه الكنيسة، وهي اليوم كنيسة تاريخية لها تراث أرامي قديم، ولها أصالة كنسية، وهي كنيسة رسولية. فالشكر لله، ونحن كلنا خدام بشر نخدم الرب يسوع، لا نتباهى، لا نقول أنا وفلان، لا، نقول الرب. نعم. الرب هو اللي بنى الكنيسة. نعم. ونحن خداما، وكل شيء صار والحمد لله. واليوم السريان مرفوعين الرأس بهذه الكنيسة، واستطعنا أن نشتري في مأدبة أيضا قطعة أرض جيران كنيسة الروم لكي تبنى كنيسة أخرى في مأدبة. حلو. وعدنا كنيسة الأشرفية. نعم، هي الكنيسة اللي كانت بالأصل. بالأصل كنيسة الأشرفية. سنة 50. هذه تاريخها يعني على عدة مراحل. نعم. فكروا السريان كان يصلوا أولا بالبيوت. نعم. ما كان عندنا كنيسة، بس رحموا السريان، رحموا. كيف رحموا؟ كان يعطوا للعوائل الفقيرة كل شهر راتب. نعم. طوبى للرحماء لين يرحمون. نعم. السريان رحموا، الله رحمنا وعطانا هالبناء هذا. نعم. السريان رحموا، الله بيعطينا دائما. نعم. ونشوف السريان دائما مرفوعين الرأس، والحمد لله الآن عندنا قاعات تؤجر، وقاعاتنا لها اسم خاص ولها ميزة، والكل متعاونين لخدمة الجالية السورية والجالية العراقية والعوائل المتعففة من الأردن، وحتى نحن نخدم العوائل التي تأتينا. نحترم الدين الإسلامي، ونعطي لكل عائلة أتت إلى بيتنا أو إلى مكتبنا، نعطيها نساعدها، لأننا واحد ونؤمن بالتعايش الإسلامي المسيحي في الأردن. هنا أبونا جينا على السؤال اللي نذكر فيه مهام مركز مار أفرام الرعوي. نعم. مار أفرام الرعوي هذا المركز لخدمة جميع أبناء الطائفة والكنيسة. نعم. السريانية والكنائس الأخرى أيضا. نعم. والمجتمع المحلي من خلال إقامة الاجتماعات والمؤتمرات الدينية والثقافية. كيف تقيمون مسيرة هذا المركز خلال 5 سنوات الماضية؟ مركز مار أفرام
متميز بخدامه. نعم. يقوم المركز أولا بإقامة كل النشاطات السنوية. نعم. من بازار، نشاط الكشاف، نشاط الشبيبة، هناك اجتماعات كل جمعة بالنسبة للشبيبة وللكشاف، مجموعة السيدات تعمل أيضا وهي من جزء من المركز، والجمعية الحقيقة نشيطة متعاونة، تخدم الكنيسة وتخدم الرعية، تقوم بحفلات أيضا. هلا راح يكون عندنا رحلة على المغطس، رحلة حج، وكلنا يد واحدة. الرب مبارك بينا لأننا خليط نحل متعاونين مع بعضنا، نحب بعضنا البعض. كنيستنا مفتوحة لكل الطوائف المسيحية، والآن نشوف أنه معظم الشباب المسيحي يتزوجون عندنا، فتحنا قلوبنا لهم وعدنا القاعات يأجروها ويعملوا الحفلات هون. نعم. لأن مكان منطقة أميني مستورة، والمركز دائما يعمل ندوات دينية. نعم. المركز دائما يستقبل كل الآراء التي تخدم الكنيسة، وعدنا عدنا مثقفين بالكنيسة، عدنا البروفيسور، عدنا الدكتور، عدنا اللاهوتي، عدنا القائد بالجيش، عدنا موظفين كثيرين يعملون، وكلنا متعاونين لكي نخدم وطننا الأردن ونخدم كنيستنا. ويبقى المركز إن شاء الله مركز مارفام ناجح لخدمة جميع الكنائس ومتعاونين، وحضورنا دائما موجود في أي دعوة دعينا فيها. دائما الأسبوع الماضي في عيد الميلاد كنا على مأدبة غداء مع جلالة الملك، حيث دعا الوزراء المسيحيين وجميع النواب. نعم. والأعيان، ودعا وجهاء من البلد ورؤساء الطوائف المسيحية، وبعد الغداء تكلمت مع جلالة الملك حول العراقيين، وقلت لجلالته أنه عندنا 10,000 نسمة، 3,100 عائلة عراقية مهاجرة في الأردن. طلبت منه تصريح عمل يساعد الرجال لكي تعمل. العوائل العراقية عندها اختصاصات كثيرة. نعم. شو المانع أن تخدم بلدنا الأردن في فترة وجوده هون؟ نعم. فجلالته كان فرحان كثير، وطلب من معالي الدكتور جعفر أن يبلغ وزير العمل، وقال لي حضر القوائم، وحضرت القوائم ودعيت إلى القصر مرة أخرى، سلمت العوائل كلها وعملوا لقاء معي وكتبوا تقرير لجلالة الملك. طلبت أيضا مساعدات مادية، فأطلب من الرب أن يحفظ جلالة سيدنا الملك عبد الله ولخدمة هالفقراء. نحن بدورنا مركز مار أفرام متعاون مع أبونا ورئيس وأعضاء الجمعية، وبالأخص السيد متى جبرة والأخت هيلاني عنز، قايمين بواجب العراقيين، واللي نقدر نعمله نعمله، ورب معانا وإحنا خدام لا أكثر. ولتكن مشيئة الرب، ولتكن مشيئة الرب. في بداية الأزمة العراقية، خاصة التهجير من مدينة الموصل، هجرة المسيحيين، فكان لها حضرتك والجمعية دور كبير في أنه رعاية واستقطاب هدول العائلات. نعم. وحضنهم
وعطائهم طبعا الأساسيات من اللي يقدروا فيها يعيشوا في الحياة. فهذا التحدي الكبير اللي كان أمام الكنيسة السريانية تجاه هدول الأشخاص اللي إجوا مهجرين متألمين من العراق. دوركم أنتوا كيف تم التعامل معهم من قبل الكنيسة ومن قبل الدولة؟ نعم، التعاون بالبداية هو مع أبونا والجمعية السريانية. فتحت كنيسة الأشرفية، وكان بها ما يقارب 100 إلى 200 عائلة سريان. نعم. سوريين وعراقيين. وقامت الجمعية والكنيسة بخدمتهم وتوفير لهم كل ما يحتاجون، ولا ننسى الدور الكبير اللي لعبه مؤسسة الكاريتاس. نعم. بقيادة المدير الناجح اللي هو وائل سليمان لعب دور كبير، وما زالت منظمة الكاريتاس تلعب دورا كبيرا بدفع إيجارات وخدمة الجالية العراقية وإلى منظمات أخرى أيضا. نعم. ساعدوا وساهموا، ونحن بدورنا أبونا والجمعية. نعم. نقرع كل باب يساعدنا. طلبنا مساعدات من منظمة الاس او اس، وقدرت أنا أحصل كثير أشياء. البطريرك الروم الأرثوذكس ساعدونا كثيرا، الأخ عصام حجازين ساعدنا كثيرا، الأخ نبيل شحادة، وأبونا أندرو، وفي أغنياء عراقيين أيضا ساهموا بالمساعدة. نعم. ونحن مستعدين دائما لخدمة الجالية العراقية. الآن عندنا الجالية العراقية موزعة في عمان في 10 مناطق، وفي كل منطقة عندنا مسؤول باصات نجيبهم على الكنيسة ونرجعهم، ومهتمين بهم. كل قرش يصنع هو للفقير، هي للعائلة العراقية. يعني ما حدش قصر يعني عندنا المجتمع الأردني. أبونا والجمعية، الكنيسة والجمعية لا يمكن أن نقصر، وفتحنا قلوبنا للمهاجرين لأنهم أهلنا. نعم. أهلنا هذول ومسؤولين عنا محنا، وإحنا كنيستنا اليوم مفتوح أبوابها، كنيسة عمان محتضنتهم، ودائما أبونا معاهم وموصيهم إرشاد وعظ أنه حافظوا على الإيمان، لا تخافوا لا تتذمروا. نعم. ما خسرتم، الله رح يعطيكم أضعاف وأضعاف، ودائما تحت إرشادنا. نعم. وتحت مظلة الكنيسة. نعم. عدد كبير منهم تقريبا هلا سافروا، تركوا هون وراحوا. نعم. لبلاد المهجر. نعم. التحقوا في عائلاتهم بدول أمريكا وأوروبا. نعم. في إحصائية هون العدد المتبقي. نعم. من السريان الحقيقة، يعني إحنا قديش إجانا من وقت الأزمة لحد الآن؟ نعم. قدي إجانا وقدي ضل منهم هلا؟ صار الحقيقة السفارة الأسترالية الوحيدة التي فتحت أبوابها 100%، لكنها تعمل ضمن ضوابط. نحن لا نستطيع أن نتدخل بأمورها، بس كان عندنا زيارة من الأربع كهنة العراقيين إلى السفير الأسترالي، وكنا في جلسة ساعتين، وقال إنه رئيس الوزراء الأسترالي طلب 12,000 مهاجر. نعم. وبدأوا يعطون الفيز، لكن ضمن ضوابط. أولا اللي عنده صلة قرابة هناك، أخ أخت كذا. نعم. يكون إذا عائلة مثقفة، يريدوا العائلة المثقفة، يحبوا الشهادات.
ولعبت السفارة الأسترالية دورها، لكن ما 100%، بل إنما 40% هاجروا قسم منهم. بس رغم الهجرة جانا من العراق عوائل مكانهم، لأن سمعوا أن السفارة الأسترالية هتهجر، فجاءوا إلى الأردن، وما زالت الهجرة الآن قائمة. احتمال السنة السفارة الأسترالية موعودين أن السفر 5000 عائلة. ساعدنا، جاءت منظمة أمريكية في بيتي 4 أيام، اشترت بطاقات مجانا للعوائل اللي سافروا. بطاقات سفر. بطاقات سفر. نعم. طلبوا من السفارة الأسترالية. نعم. وأي عائلة السافر تبلغنا، نبلغ احنا هذه المنظمة، تشتري لهم بطاقات السفر. نعم، بتساعدهم. بتساعدهم. نعم. إلى الهجرة، نعم. لكن الهجرة ما 100%، قد 40%. الحمد لله والشكر أحسن من غير السفارات. نعم. السفارة الأسترالية أحسن من غير السفارات، نعم. بدي تحكينا عن الأوضاع اللي عم بتسود، خاصة المنطقة اللي حوالينا، المنطقة الملتهبة. نعم. وما جاءنا من ما يدعى بداعش، ما يدعى بهذا الإرهاب، هذا المرض اللي عم يتفشى هلا في مجتمعاتنا وبين عائلاتنا، وعم بيأذي، يعني بيأذي العدد الكبير من العائلات، إن كان الجميع مسلمين أو نعم. مسيحيين. كيف أنت بتحلل هلا الأوضاع السائدة في مجتمعاتنا المحلية؟ الحقيقة أي نشاط مثل هذا النشاط، داعش بقوته، بأسلحته الجديدة، السيارات الجديدة، مدعوم من دول، لا يمكن هذا يكون يعني من أشخاص معينين، بل إنما مدعوم من دول مدربين، ويجيهم أسلحة، وظلموا أهلنا، هاجروا، تركوا بيوتهم، ولحد الآن الحكومة العراقية لم تسأل عنهم، ولا دينار ما أعطت الحكومة العراقية للمسيحيين. شردوا من بيوتهم، ناموا بالخيم، ناموا على الأرض، انتشروا في تركيا، لبنان، أردن، عنكاوة، شمال العراق، مشردين، ولحد الآن مشردين. ظلم، اضطهاد، قلعوهم من جذورهم. لماذا؟ ماذا عملوا المسيحيين؟ هم أهل البلد، هم أهل البلد، لماذا هذا العمل الجبان؟ من هي داعش؟ فكله مخطط، مخطط مدروس ومتفق عليه. الدين الإسلامي دين حق وسلام وعدالة ورحمة. الدين الإسلامي بريء من داعش. هذول ما يمثلوا إلا نفسهم، لأن شيء اللي عملونه ما حد عمله. الإسلام دين سماوي مبارك، مؤمنين يصلون، يخافوا الله، لم يقتلوا، لم يتعدوا على أحد. هذول داعش عملوا فساد كثير، أذوا الكنيسة الصابئة، أخذوا نسوانهم وبيوتهم. البنت الصابئة تنباع $100، يجوا يشتروا بنات. كيف الله يقبل هذا؟ الإسلام لم يقبل هذا. فهذولا الله ينتقم منهم إن شاء الله. أبونا، إحنا هلا بدنا نطلع من هاي الأجواء وندخل في أجواء الكنسية اللي أنت بتحبها. منعرف إنه صوتك جميل، خاصة في الترانيم بالطقس السرياني الكنسي. نعم. ف يعني لو رجاء من خلال المقابلة لمشاهدينا ترنيمة سريانية بمناسبة أي مناسبة، عيد الميلاد أو عيد الاغتصاب. بدي أرتل ترتيلة عربية وترتيلة سريانية، لكن أنا بصحتي الآن. يعطيك الصحة، يعني ما شاء الله عليك. يقدر علينا هلا. يا ما شاء الله عليك.
أبونا. في العلا جند السماء سبحت رب الأنام، هتفت لي له مجد وعلى الأرض السلام، هتفت لي له مجد وعلى الأرض السلام. بشي حائثينيث غاوبث الحين من مادن حو وشي ثولي قاري شالين وامرين ديكو اثيلت ملكو لشمايو تونس غودوني روكلي. آمين. يسلم هالصوت الحمد لله. أبونا يسلم هالصوت يا الحمد لله رب. أبونا عمانوئيل، نعم، عام 2016، نعم، ماذا حقق لك؟ 2016 الحقيقة فينو أيام خير، وكانت أيام ما نقول ما خير، أيام دخلنا فيها في ضيق كثير، فمرينا بأيام قاسية جدا، لكن احنا دائما يسوع معانا في كل أيامنا، في كل أيامنا معنا ويسهل أمورنا. والحمد لله والشكر على كل شيء. الأعوام اللي مضت كانت أعوام أتوقع أنا فيها الرب غضبان على البشر. الإنسان هيعمل بمجتهانه الخاص، قسم لا يخاف الله، الله عالم بالصدور. شوف الإنسان نصفين، الإنسان نصفين، النصف الأول موجب، أنا خوري بظهر للناس أنه أنا جيد أعمالي صالحة، لكن هنالك نصف سلبي لا يعرفه إلا الله وضمير الإنسان. إحنا يهمنا الإنسان أن يكون هذا النصف السلبي يكون عنده يرضى الله. لا يجوز أن نعمل على شهواتنا. الطمع موجود، الطمع موجود، البشرة تغير، كل من يعمل على هوانه، وكل من ما يسمع كلمي يسقط على رأسه، كل من ما يسمع كلمي يسقط على رأسه. لازم دائما نعمل بمخافة الرب، لأن يسوع زعلان علينا، وهذا الجيل لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. احنا لا نسمع فلان عمل وفلان عمل، الأصل القلب، ما في القلب إيش عنده أعمال سيئة. فهنياله الإنسان أن تكون أعماله الموجبة أكثر من السالبة لكي يستطيع أن يرث الحياة الأبدية. نعم. فنحن طامعين نؤمن بالحياة الأبدية، ما يهمنا الموت، نؤمن بالموت، المسيح ذاق قاس الموت، نتحمل، نتأمل، نتألم، لا نتذمر، لأن هذه كلها المسيح قال راح تكون بضيق، تقعون بضيق، ستضطهدون لأجل اسمي. فنحن الكنيسة السريانية منذ القدم مضطهدين، وعدنا الشهداء، ولا نخاف إلا الله، والحمد لله والشكر على كل شيء. وماذا تتمنى عام 2017 على الصعيد الشخصي والصعيد العام؟ الصعيد الشخصي يا أنا بشوف 2017 إن شاء الله أطلب من الرب يسوع أن تكون سنة خير وبركة
فأظن راح يكون 2017 نفس الأحداث، بل إنما أكثر. فما راح نتأمل شيء جديد. سلام ما في، سلام ما في، لأن يعني ما في محبة. لو في محبة كان يكون سلام. فراح يكون أسوأ عام أتوقع 2017، أنا تقديراتي هذه. لكن أبونا نبقى على رجاء. أمين. رجاء. على الرجاء. نعم. والأمل في إنه هالقلوب تتغير وربنا يشتغل فيها. أمين. القلوب. أمين يا رب. أمين. ونحل السلام للقلوب قبل السلام. أمين. بالعالم. أبونا نحن بنشكرك على هذا اللقاء الجميل اللي أخذنا منه زاد وإثراء ومعرفة وكلمة طيبة. كلمة أخيرة تحكيها لمشاهدين نورسات. نعم. مشاهدين نورسات، الحقيقة فضائية نورسات فضائية مباركة، الرب باركة، لأن يعني عملكم عمل مقدس، خدامكم أمناء، أنت حضرتك الدكتورة باسمة، أنت شمعة منيرة، شكراً، وخادمة أمينة، ربي يوفقك يا بنتي، لأنك أصيلة أصيلة، تعملين من كل قلبك. فنحن ندعم نورسات ومع نورسات، وأطلب من الرب يسوع أن تبقى هذه الفضائية عامرة، وتبقون بهذا الاسم الجميل اللي كل أنحاء العالم يشاهدون فضائية نورسات، تنقلون كل الأخبار المسيحية، هذا شيء يرفع الرأس. رب يحفظكم ويبارك بيكم، وكل عام أنتم بخير، وسنة جديدة عليكم وعلى أولادكم وعلى خدامكم. وأطلب من الرب أن يحفظ جميع خدام نورسات ومدرائها، إنه سميع الدعاء. آمين. 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 شكراً أبونا. عبر قناة نورسات الفضائية منشكرك ومنحييكم، منقول لمشاهدينا شكراً لحسن استماعكم، وإلى اللقاء آخر بإذن الله. شكرا.